السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي أهم الأكواد اللي أنت ممكن تذاكرها في مجال البيم، إلا لو أنت في بلد شغالة كود، فالكود بتاع البلد دوت هو ده الأساسي معاك. يعني لو أنت شغال مثلا في أي بلد في العالم، ولكن مثلا سنغافورة وعندها كود، فالكود بتاع سنغافورة يلغي أي كود تاني، تبدأ تعتمد على الكود بتاع سنغافورة. فحاليا يعني أعتقد إن أهم حاجة هو الأيزو 19650 بالأجزاء بتاعته، بارت 1 وبارت 2 بارت 3 بارت 4 بارت 5 وهكذا. دي اهم اكواد اللي انت تبدا تركز عليها. المبدا البارت 1 ده بيركز على الكونسبت، الحاجات الاساسيه. بارت 2 بيركز على المراحل التسليم. بارت 3 بيركز على الاوبريشن. 4 اللي موجود درافت، تمام. لكن لو انت بتدور على 4 ممكن تاخد من البريش ستاندرد، يعني هو تقريبا نفس الحاجات يعني. وممكن البارت 5 بيركز على السكيورتي. طيب دي الاكواد اللي انت المفروض تعتمد عليها. البريش ستاندرد ده كان مهم فترة طويلة، لكن حاليا اي حد بيروح رايح للايزو خلاص، هو البريتش كتب كده يا اخوانا احنا هنوقف تطوير، واي تطوير هيبقى تبع الايزو. في عندنا ايزو ستاندرد ممكن ما يكونش، يعني هو مش مكتوب عليه ان هو البيم، لكن دي بتبقى مفيدة ان احنا نتعلمه، زي مثلا 7200 ده تكنيكال برودكت دوكيومنتيشن، دي برضه هيفيدك في الملفات وهكذا. الاكواد دي كويسة ومفيدة في حاجات مثلا خاصة بالاندستري فاونديشن كلاسز اللي هو الاي اف سي. في استندارات تانية كتير، منهم مثلا البيلدنج سمارت انترناشونال، في سي اي سي كونستراكشن اندستري كونسيل، في مثلا البيم اسسمنت فورم من السي بي اي، ده برضو كويس. لو انت عايز تركز على حاجة ركز على الاوبن بيم، لان دي كويسة جدا ومفتوحة المصدر وتبع البيلدنج سمارت. عندنا يو كي بيم فريم ورك، في الايلاند ديجيتال كونستراكشن باك، دي برضو من الحاجات القوية. دي اهم الاكواد اللي انت ممكن انت تهتم بيها وتذكرها كويس.